اول حاجه معانا الفورس اناليسيس. انا عندي اما الترسين بيعشقوا مع بعض السنتين بيلمسوا في نقطه، النقطه دي اسمها البوينت اوف كونتاكت، بيأثر عليها فورس نورمال. النورمال فورس دي بتكون تانجنت مع البيس سيركل بتاع الترس الاول وتانجنت مع البيس سيركل مع الترس التاني. النورمال فورس دي بتعمل زاويه اسمها بريشر انجل مع الهوريزونتال. انا هحلل الفورس دي لمركبتين، واحده اسمها تانجنت فورس اف تي، واحده تانية راديال فورس اف ار. دلوقتي ازاي اجيب الاف تي والاف ار؟ عن طريق المعادله بتاع الباور، المعادله دي اللي هي التورك في اوميجا. بجيب الاول التورك، بعد ما اجيب التورك بيبقى عندي الفورس تانجنشال الاف تي بتساوي التورك على الراديوس، الراديوس بتاع البنيون او الراديوس بتاع الترس عامه اللي بيجيب عليه التانجنت فورس. بعد كده عايز اجيب الاف راديال، الاف راديال على طول من القانون اللي في الاخر ده، الاف راديال هيساوي اف تانجنشال في التان الفا، الالفا دي اللي هي البريشر انجل. دلوقتي اتجاهات الفورسز دي، عندي الاف تانجنشال بتبقى عكس دوران البنيون، والاف تانجنشال مع اتجاه، يعني الاف تانجنشال مع اتجاه هنا مع اتجاه دوران الجير. البنيون ده هو اللي بينقل الحركه، هو اللي بياخد الباور من الموتور. دايما الفورس تانجنشال بتبقى عكس اتجاه الدوران بتاعه، لكن في الجير بنحطها عكسها على طول، عكس اتجاه لفوق يعني. بعد ما من الفورس اناليسيس عرفت اجيب ال اف تي وال اف ار والاتجاهات بتاعتهم، ادخل في الستريس اناليسيس. هنا بيقول لي الحاجات اللي لازم اخد بالي منها وانا بعمل ديزاين سبور جير: الهيت، الفيلير نتيجة البريك سنة الكسر، الفاتيج، الوير، النويز بسبب السرعة العالية والحمل الكبير، والاكيورسي في الاكيورسي قليله في التركيب. فانا هبدا بالستاتيك سترينث اللي هو بيمنع الفيلير نتيجه الكسر. يعني معادله اسمها لويس بيندنج ايكويشن، دي بتحسب بيندنج ستريس. دي بعتبر فيها السن عباره عن كانتليفر بتاثر عليه فورس اف تانجنشال، وبكون عارف الارتفاع بتاع السنة، والارتفاع بتاع السنة دايما بيساوي 2.2 مديون، وأكون عارف الفيس ويدث. الفيس ويدث بيبقى من 10 لـ25 مديون، دي في الجيومتري المفروض انت تكون عارفها. البندنج ايكويشن دي بتديني، بيكون عندي الفورس تانجنشال هنا رمز لها بي تي، اللي هي الاف تي دي رمز لها بي تي. دي بتكون عندنا اساسا من الاول من معادله الباور. انا من المعادله دي بكون عايز اطلع السيجما بيندنج. انا زي ما قلت لك ده الفيس ويس اللي هو بي، ده المديول ام. عندي بقى دول فاكتورز، ده اسمه الفورم فاكتور، ده اسمه الفيلوسيتي فاكتور، ده اسمه السيرفيس فاكتور. خطوات الحل: الاول انا بجيب التورك من المعادله اللي هي دي 9550 في الباور على الار بي ام. بعد ما اجيب التورك بعوض في المعادله اللي هي دي، بقسمه على الريديوس بتاع البنيون عشان يطلع لي الفورس تانجنشال. بعد ما جبت الفورس تانجنشال اللي هي بي تي، بشوف الفيس ويس اللي هو بي. الفيس ويس لو عندي سنه مع الترس نفسه معمول له كاست بتبقى من 6 لـ10 المديول، لو السنة معمولة لو الترس معمول له ماشيني بتبقى من 10 لـ25 مديول. بعد ما جبت الفيس ويدث عندي المديول. المديول خليك على رينج، ليه كذا رينج، فانت خليك على رينج معين اللي هو من 1 لـ4 والستيب ربع. ده تقريبا الدكتور قال ان هنشتغل فيه على طول. بعد ما جبنا المديول هنشوف الفاكتورز، اول فاكتور الفورم فاكتور. الفورم فاكتور دوت في طريقتين بيجيبوا منها: واحدة لو عندي ارتفاع سنة 2.2 مديول، تانية لو ارتفاع سنة 1.8 مديول.
لو انا دخلت على الجدول ده، لو اللي هو ارتفاع السنة فيه 2.2 مليون، اشوف الزاوية بتاعتي لو هي الزاوية بريشر انجل 20 ولا 15. بعد كده اشوف عدد السنان، مثلا عندي عدد السنان 14 والزاوية 20، يبقى الفورم فاكتور هيبقى 27 مية. لو انا بقى عندي ارتفاع السنة 1.8، الفورم فاكتور هيساوي 54% ناقص 3 على عدد السنان. تاني فاكتور الفلوسيتي فاكتور، عندي الفلوسيتي فاكتور بيساوي بنعوض المعادلات دي على حسب رجليات السرعة. مثلا لو عندي سرعة من 1 لـ10 بقعد في المعادلة دي، ده 3 على 3 زائد دي. لو عندي سرعة من 10 لـ20 بقعد في المعادلة دي، من 6 على 6 زائد في. لو عندي رينج السرعات أكبر من 20 هقعد في المعادلة دي. تالت فاكتور السيرفيس فاكتور، عندي جدول، جدول دوت فيه تايب اوف لود، بشوف اللود بتاعي ستيدي ولا لايت ولا ميديم ولا هيفي. بعد كده بشوف الترس ده بيشتغل قد ايه، متقطع ولا 8 ساعات في اليوم ولا 24 ساعة في اليوم. بعد ما عرفت المعلومتين دول اخد جدول بإكس وواي كده. بعد ما عرفت كل حاجة جبتها في المعادلة ما عدا السيجما بيندينج، بعوض في بكل اللي انا جبته واجيب السيجما بيندينج، بتبقى هي مجهود واحد في المعادلة. بعد ما اجيب السيجما بيندينج، عندي السيجما بيندينج بتساوي السيجما ييلد على 1.5 للدكتايل ماتيريال، وبتساوي السيجما التيمت على 3 للبريتل ماتيريال. من هنا بجيب السيجما ييلد او السيجما التيمت. بعد كده عندي جداول بجيب الماتيريال بتاع الترس على حسب السيجما ييلد اللي انا طلعتها. عندي هنا ده جدول كاست ايرون، دي نسبة الكربون، دي السيجما التيمت، ده اليانج موديلس، ده وان برينل هاردس نمبر. طبعا خلي بالك من الوحدات انهم كلهم كيلو جرام لكل متر، لكل ميلو ملي متر مربع، فلازم اضربهم في 10. دي جداول برضو تانية مواد مختلفة. بعد ما جبت الستاتيك ستريس او اللود اللي هو بعد ما حصلت الماتيريال يعني اللي بتخلي التس السنه بتاعه الترس دي متكسرش، هشوف الفيلير نتيجه الفاتيج. الفاتيج الترس دوت بيحصل على اللود اما يعمل مشينج، بعد كده السنه بتسيب يحصل مشينج تاني السنه بتسيب. هو دوت السايكليك لود او الدايناميك ستريس اللي انا عايز احسب عليه عشان ما يحصلش فيلير نتيجه الفاتيج. دي equation طلع منها ال B dynamic، دي اسمها ال tangential force B T اللي انا لسه جايبها، معادلة الباور بار والتورك على الراديوس. ده فاكتور اسمه K D، ده اسمه نتيجة deformation، اسمه deformation factor نتيجة ان مفيش accuracy في ال machining او في vibration عندي. ده الفيس ويدث بي في تانجنشال فورس تاني، 1 زائد ربع على الفيلوسيتي، الفيلوسيتي بقعد بيها بالمتر للثانية. وهنا الفورم فاكتور ده بقعد بيه بنيوتن على مليمتر، يبقى لازم لو قعدت بيه كده يبقى لازم البي تبقى بالمليمتر، لو قعدت بيه بنيوتن على متر يبقى لازم البي تبقى بالمتر. في الآخر لازم القيمة دي تطلع بنيوتن، ال كي دي في البي عشان بجمعها على بي تي بنيوتن برضه. نكمل بقية المعادلة تحت، روت كي دي في الفي زائد بي تي. الكي دي بجيبها ازاي؟ كي دي بتساوي كي في اي على 1 على اليانج موديلس بتاع البنيون زائد 1 على اليانج موديلس بتاع الجير. الكي دي دايما انا عندي بفرض ال بريشر انجل بـ20 او بكون جيفن 20، فدايما بختار ال K ب111 من 1000. اما ال E دي اسمها permissible error، ال error عندي
نوعين، في بيرميسيبل اللي هو الايه اللي في المعادله، في بروبابل ايرور اللي هو جاي نتيجه المانيفاكتشرنج كونديشنز. لازم البيرميسيبل ايرور دايما يكون اكبر من البروبابل ايرور. بروبابل ايرور بجيبه من الجدول ده، تم ديول دي المانيفاكتشرنج كونديشنز، بشوف الترس بتاعي مصنع تجاري ولا مصنع الكرس فيه حلوة او بريسيجن يعني كرس عالي جدا، بشوف المديوز اللي عندي. فكده البرميسابل ايرور بجيبه من السرعات، بشوف السرعة عندي كام واجيب منها البرميسابل ايرور. دلوقتي افرض طلع البرميسابل ايرور اصغر من البروبابل ايرور، بعمل ايه؟ عندي ثلاث حاجات ممكن اعملها. اول حاجة يا اما اقلل المديول فالبروبابل ايرور يصغر، او ازود الاكيورسي بتاع التصنيع، او اصغر الترانسميشن ريشيو عن طريق ان انا اصغر الدايمتر بتاع البنيون، او العب في الار يعني الريدس بتاع البنيون او الجير. بس دايما لازم البرميسابل ايرور يكون اكبر من البروبابل ايرور. بعد ما جبت الفورم الديفورميشن فاكتور كي دي، بعوض طبعا في المعادلة كده، كل حاجة عندي معروفة بجيب منها البي دايناميك. بعد ما جبت البي دايناميك بجيب الانديورنس سترينث، البي انديورنس. انا في الاول افرض ان البي انديورنس بتساوي 1.25 بي دايناميك او 1.35 بي دايناميك. بعد ما افرض القيمه دي بعوض في المعادله دي، المعادله دي زي عامله زي لويس بيندنج ايكويشن، يعني البي انديورنس بتساوي سيجما انديورنس في الفيس ويدث في المديول في الفورم فاكتور. سيجما انديورنس بتبقى من 40 لـ60% من السيجما التيميت، ده للستيلز، فانا باخدها على طول اللي هي بتساوي نص السيجما التيميت. المعادله دي طبعا المجاهيل اللي فيها في الاخر بيبقى عندي السيجما انديورنس بس، بكون عرفت الفيس ويس والمديول والفورم فاكتور والبي انديورنس، فاجيب السيجما انديورنس. بعد ما جبت السيجما انديورنس بجيب منها السيجما التيميت من المعادله دي. بعد ما عرفت السيجما التيميت بشك اشوف الماتيريال اللي انا اخترتها قبل كده، السيجما التيميت اللي انا طلعتها من هنا بشوفها اكبر من السيجما التيميت بتاع الماتيريال اللي انا اخترتها ولا اصغر، واعرف اذا كان كده السيجما انديورنس دي كده سيف عندي، الانديورنس ترنس سيف ولا لا. دلوقتي عايز اشوف المارجن اوف سيفتي لو طلبوا، بس احنا في الاول المارجن اوف سيفتي ده بيساوي بي انديورنس ناقص بي دايناميك على بي دايناميك. احنا في الاول فرضنا ان بي دايناميك بي انديورنس بيساوي 1.25 بي دايناميك، فالمارجن اوف سيفتي عندي هيطلع ربع دايما، وده كده سيف، اقل من ربع ما يبقاش سيف. كده خلصنا حساب البي دايناميك وعملنا تشيك على الفيلير نتيجة الفاتيج. بعد كده هندخل في الوير ريزيستنس. عندي البي دبليو اي ده اللود اللي عنده ما بيحصلش وير، ده اللود قصدي اللي عنده ده اقصى لود تتحمله المادة من غير ما يحصل وير، بيساوي ايه؟ بيساوي 2 دول فاكتور كي دبليو وكي ان في الفيس ويس في الدايمتر بتاع الفينيو. لازم البي دبليو تطلع اكبر من البي دايناميك، لان البي دايناميك دي ده الاكشوال اللود عندي، ده اكبر لود عندي موجود اساسا. البي دبليو بقى هي اللود اللي اقصى لود تتحمله الترس دوت من غير ما يحصل فيه وير، بعد كده يحصل وير. هنشوف ازاي هنجيب كي دبليو وكي ان. كي دبليو دون اللود ستريس فاكتور
ده بيكون فانكشن في البرين الهاردنس نمبر بتاع البنيون وبتاع الجير والبريشر انجل اللي عندي. فانا بشوف الهاردنس بتاع الماتيريال بتاع الجير والماتيريال بتاع البنيون كام، بعد كده اشوف الزاوية بتاعتي كام بتاع البريشر انجل، وادخل في الجدول ده اجيب دي كام عندي، دي كام الكي دبليو. بعد ما جبت الكي دبليو عندي الكي ان، كي ان دي بتبقى فانكشن في الترانسميشن ريشيو. ممكن اقول بسهولة ان هي بتساوي 2 ترانسميشن ريشيو على 1 زائد ترانسميشن ريشيو. كده عندي دي معلومة، كده معلومة، كي ان معلومة، وعندي الفيس ويدث، وعندي الدايمتر بتاع البنيون. اقدر اجيب البي دبليو، لو طلعت البي دبليو اكبر من البي دايناميك يبقى كده عندي مش هيحصل وير، هيبقى سيف. ده كده بروسيجن. في طريقة تانية ان انا ممكن من الاول افرض ان البي دبليو اكبر من بمرة وربع مثلا من البي دايناميك، وارجع اجيب الكي دبليو. بعد ما اجيب الكي دبليو اجيب الكي دبليو، لان كده هيبقى عندي البي دبليو والكي ان والبي والدي بي دي بينيون، هيبقى عندي بس مجهول كي دبليو. اجيبها وارجع للجدول دوت اشوف كي دبليو اللي انا جبتها اقرب رقم ليها ايه في الجدول دوت، بعد كده ارجع اجيب البرين نمبر الموازي ليها، وبعدين اشوف الماتيريال اللي انا اخترتها اساسا للتست ينفع احقق فيها الهاردنس دي عن طريق الهيت تريتمنت ولا لا. كده انا خلصت حساب الوير ريزيستنس عشان ما يحصلش فيلير نتيجه الوير. بعد ما حسبت الوير عايز اجيب الجير ماتيريال من المعادلة دي، سيجما واي في الفورم فاكتور للبنيون يساوي سيجما واي في الفورم فاكتور للجير، يبقى عندي المجاهيل سيجما واي بس بتاع الجير. انا عندي سيجما اي بتاع البنيون والفورم فاكتور بتاع البنيون، واقدر عادي اجيب الفورم فاكتور بتاع الجير موجود بس سيجما اي بتاع الجير، كده اقدر اجيب الماتيريال بتاع الجير. شكرا.